مينوش هي السيدة التي تمسك عميدة كلية الاقتصاد في لندن، والحقيقة اشتغلت في البنك المركزي البريطاني. سيدة اقتصادية مرموقة ذات أصول مصرية. السيدة دي كان ليها محاضرة جميلة جدا جدا في الجامعة الأمريكية في القاهرة، والحقيقة كانت بتتكلم على والدها ان هو هاجر من مصر في فترة التأميم وخلافه، وكان والدها ساري ويمتلك العديد من الشركات وخدوا منه كل الفلوس. كانت بتحكي بتقول يا الست بنوش، بتقول لك ان والدها وهم مسافرين، طبعا بنت متاثره، وحلا اوعي خلي بالك يا منوش، هم ممكن ياخدوا منك كل حاجه لكن مش هيقدروا ياخدوا منك التعليم اللي انت ممكن تتعلميه او الخبره بتاعتك. طبعا هي قد ايه هي استثمرت بعد كده في التعليم بتاعها، وفي الكلمه بتاعتها في هذا المؤتمر قالت حاجه مهمه جدا، قالت ان التعليم بيعمل حاجه اسمها سوشيال موبيليتي. قعدت اعمل سيرش على السوشيال موبيليتي دي، قال لك هو الانتقال من فئة اجتماعية إلى فئة أخرى. فلما حضرتك أو حضرتك بتتعلمي أكتر، بتطوري من نفسك أكتر، فبتعرفي تنتقلي من هذه المساحة القليلة إلى مساحة أفضل. هذا الانتقال بيتم عن طريق الخبرة، عن طريق التعليم. كلما كان الشخص يتعلم بشكل أفضل، كلما ازداد معدل الدخول بتاعته. هذا الانتقال السوشيال موبيليتي واحد من الافكار المهمه جدا انك لازم تفكر فيها، واعتقد انها بالصليقه كتير جدا. شفنا ناس اتعلمت، طورت من نفسها، شالت اهاليها من منطقه الفقر الى منطقه اعلى. فدايما خلي بالك كلمه منوش ان مش هياخدوا منك التعليم ده، اتعلم، طور من نفسك، اقرا، اجتهد انك بعد كده تنتقل الى شغل افضل، مرتب افضل. بالتبعيه السوشيال موبيليتي، الانتقال الاجتماعي هينتقل والاقتصادي بإذن الله إلى مستوى أعلى، من أعلى لأعلى لأعلى. منوش هي عميدة كلية الاقتصاد في الوقت الحالي، والدها قال لها إيه؟ أنت اللي تقول.